طبعا كل الفرق اللي مشاركة بكأس العالم استحقت هذه المشاركة، وكلها طموحة في أن تكون مشرفة لبلدها ولشعبها. بلا شك احنا نملك هذا الطموح، كنا صراحة قبل حتى بعد خسارتنا للمباراة الأولى لا زالت الكرة في ملعبنا، لا زالت الكرة في عالم كرة القدم كل شيء يحصل. لا زلنا نمتلك هذا الطموح رغم الخسارة القاسية، ولكن لا زلنا نمتلك هذا الطموح، لأن الشعب السعودي يعرف أن ليس هذه المستويات اللي ظهرنا فيها في المباراة الأولى. كان يتعشم خير فينا، ولكن الآن حصل اللي حصل في المباراة الأولى. الآن نتكاتف بحول الله للمباراتين القادمة.